أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة أجر. طبعا مثل ما لاحظت أنه أنا ابتديت البداية مع كيف ما نبدي بقناة أجر بالضبط. هذه حالة مؤقتة حسب ما حشيت بالفيديو القصير قبل البارحة، إنه 3 أشهر. أنا طبعا قدمت التماس واعتراض على المنع لمدة 3 أشهر، لكن الجواب بعد ما أجاني. قدمنا اعتراض إنه يقللون فترة العقوبة أو يشيلوها، وراح نشوف. طبعا راح نتكلم عن كل شيء. فقط بداية حبيت أنوه أنه تكلمت قبل يومين مع زوجة الفقيد ستوفاء. طلبت مني طلب شخصي أنه ما أعلن عن التبرعات، كل ما في كل حلقة مثل كالمعتاد كنت في نهاية الحلقة أعلن عن التبرعات، وهي شكرت كل من ساهم سواء ماديا أو معنويا أو بشراء الكتاب، وقالت يعني كفى أنه نطلب هذا الشيء من الناس ونترك الروابط. دائما راح اطلب، جاي يسمعني مستر بلاك، انه في اخر الحلقة فقط يخلي الرابط، يعني في اولها منتصفها واخرها، مثلا 3 مرات كافية انه تخلي الرابط التبرعات. وما راح نتكلم عنه من الان فصاعدا. اللي يتبرع هو يتبرع ويتواصل معايا ونسوي اللازم، ونشكر جميع من ساهم وتبرع للعائلة الكريمة. طبعا بالوصف دائما أيضا موجود هذا الشيء. هاي آخر مرة راح أتكلم عن الموضوع. طبعا الكثير يعرفون أنه سبب الإغلاق الأخ ذا سيرشر، مشكورا خلى رابط الحلقة اللي بسببها منع حلقة، يعني قناة إجر من اللايف، منع من اللايف لمدة 3 أشهر، وهي حلقة الحلقة 458. مثل ما قلت صديقي ذا سيرشر خلى رابط الحلقة في على حلقة امبارح اللي تكلمت فيها عن سبب إغلاق اللايف إجهر، فموجودة هناك. وأنا طبعا بتمعن البارحة شفت الحلقة حتى أتذكر تفاصيلها. صراحة شيء لا يستدعي نهائيا إغلاق اللايف أو العقوبة اللي ما يعني تكلمنا بها. هو من البداية تكلم عن كيف بالأندلس كيف المسلمين كانوا حاكمين، وكيف جو الدول استردت حريتها من الإسلام، وهذا الكلام كانوا أسئلة من المشاهدين. يعني ماكو أي شيء يستدعي أنه يغلقون القناة على أساسها. لا دعوة إلى الإرهاب، لا دعوة إلى العنف، لا دعوة إلى أي شيء. يعني ما معقولة واحد على لسانه وكلامه اللي ينطقه يسوون المنع. يعني مثل ما قلت، الرجل في قبره متاركينه، يعني حلقة صار له أكثر قريب 7 أشهر،
يعني، و 1 أكتوبر 2017 نطلع الحلقة، ومنعوا البث لمدة 3 أشهر البث المباشر. يعني صراحة شيء لا أفهمه نهائيا، يعني ما أريد أرجع أحكي بهالموضوع لأن أنا ضايج بما فيه الكفاية. يعني مو كفاية أنه يروح صاحب القناة ويتوفى ويغلق له اللايف 3 أشهر، لكن نحن مستمرين. يعني القهر ما راح يؤدي إلى نتيجة سواء إيجابية أو سلبية، لازم إحنا نبقى مستمرين حتى لو بدينا من الصفر. يعني بس مزين مو كل الصفر، يعني قناتي بي على الأقل راح يوصل ال 1500 تقريبا. وأشكر جميع اللي اشتركوا جديد، يعني أعتقد اشتركوا حدود 30 نفر من وقت إعلاني عن انقطاع البث المباشر في إيجار، مشكورين. وهذا الحال مثل ما قلت لكم هاي حالة مؤقتة، وراح نرجع نبث من إيجار، ولكننا كأننا في إيجار. أتمنى الكل يشارك الحلقة هذه حتى الناس يكون، لأن المشاركة ضرورية، حتى لو تشاركها بس مشاركة واحدة في جروب معين هذا إنجاز، لأنه أريد يوصل صوتنا ويرجعون أصدقائنا السابقين ويرجعون نكمل حلقاتنا كأننا في إجهر يعني. ولكن الفرق أنه راح نبث من إنسانيون يعني. طبعا أسلم على جميع الأصدقاء اللي دخلوا معنا في البث المباشر. أحمد، هلو يو، يوسف، طبعا مستر بلاك مشكورا، صباح، شريفة، فري إيراكي، العراقي الحر، وجميع الأصدقاء اللي راح يدخل R77Lee1، وجميع فارس، محمود، مواطن، طبعا كلكم نوريني بالحلقة. أتمنى مثل دائما مثل ما أقول، أنا دزيت الرابط الهانج أوت لبعض الأصدقاء، وأمير على الأقل ومها ستما قالوا راح يحضرون الحلقة، يشاركون وياي بالحلقة. أتمنى يكونون بأسرع وقت معانا. أعرف المشاهدات قليلة الآن لأنه في كثير من الناس ما يعرفون اللي صار، ما عندهم خبر باللي صار، وأني يعني ما حبيت أسوي حلقة خاصة نتكلم فيها عن موضوع الإغلاق. يعني الشغلة ما تستاهل، شو نريد نقول؟ إحنا مستمرين وراح نكمل الحلقة، وحلقتنا اليوم راح تكون عن معايير القيم والأخلاق في الدين واللا دين. يعني إن راح، أهلا بك إبراهيم وجميع الأصدقاء اللي شاهدونا. راح نتكلم اليوم عن شنو المعايير اللي موجودة بالأديان وغير الأديان. يعني الأديان مثلا الإسلامية، المسيحية، اليهودية، البوذية، الزرادشتية، عابدي الفار، البقر، النار، الشمس، أي شيء يعني. كيف يفكرون للأخلاق
من منظور الديني، وكيف يفكر الغير ملتزم بالدين أصلاً بالأخلاق؟ شنو المعايير اللي يتخذوها في الأخلاق؟ طبعاً أتمنى مثل راح أدعي إلى جلدة الحنفية تلحقني أنه أحد يدخل وياي، والروابط الهنجاوت موجودة، وأنا بعثت الأصدقاء اللي متعودين يشتركون معايا في قل رأيك. أتمنى يجيني المدد من الأصدقاء ويشاركوني، ما يخلوني وحدي أحكي يعني. المهم اللي نعرفه عن الدين أنه الدين دائما عند ضوابط معينة للأخلاق. يعني مثلا الأخلاق عند ما يقوله الكتاب اللي يعتبره مقدس أو الدين المعين اللي يمشي عليه، هو هذا عند الأخلاق الحقيقية. وبينما اللادين ينظر إلى القوانين وضميره الشخصي هو اللي يوجه في كل أمور حياته. وما يحتاج أقول لكم أنه الغرب بصورة عامة يعني 60-80% ملحدين أو لادينيين على الأقل، ولكن الأخلاق عندهم ما يحتاج أقول لكم يعني كيف من استقبالهم للاجئين، من اهتمامهم بدول العالم الثالث، كيف يعدم الرفق بالحيوان، كيف يساعدون الفقراء وبدون أي غاية أو غرض من حسنات أو سيئات أو مباركة النبي أو الإله له. المشكلة الرئيسية بالدين يفرض المعايير عنده أنه أنت أي شيء سويته اللي قال الكتاب هو هذا الأخلاق. يعني الأخلاق هو اللي أنت تمشي عليه ما يقوله الكتاب. يعني إذا الأخلاق قال لك تقتل الآخر، تقتل الآخر، هذا هو، هذا هو يعلمك الأخلاق الإله والنبي المرشد لهذا الدين يقول لك الأخلاق. وإحنا سمعنا كثيرا جدا من قتل أباه ومن قتل أمه، من قتل أخواته وابن عمه لأنه الدين قال له هكذا، أخلاق الدين قال له هكذا. دائما الآية تقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني رحماء بينهم هم مثل المسلمين يرحمون بعض يساعدون بعض، ولكن الكفار لا، شديدين معهم، هو هذا عندهم المبدأ الأخلاق. بينما الأخلاق في اللادينية تساعد الفقير سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو آخر أو غير متدين أصلا. يعني أنا يعني مو لأنه أصبحت لا ديني أو ملحد أقول هذا الكلام، صدقوني أنا يعني صار لي أكثر من 32 سنة بأوروبا، شهدت بأم عيني كيف يهتمون لغير القادرين، للناس اللي محتاجين مساعدة، يعني يحاول يساعدك بكل طريقة سواء الدولة أو الأشخاص لأنه أنت محتاج. لا يفكر بدين، لا يفكرك، ولا يسألك أنت شنو مسلم مسيحي، ولا السؤال نهائيا ما يتطرق له. صح أنه يختلف من دين لدين، يعني في بعض الأديان مثلا تدعو للسماحة ولكنها أيضا تنذرك إذا ما تؤمن بالنبي الفلاني أو الإله أو ابن إله أو النبي الفلاني، ما تؤمن به راح تدخل إلى جهنم ونار وكبريت، يعني يخلي لك ضوابط لهذا
لدخولك النار أو الجنة أو تصرفاتك بالحياة. يختلف طبعا دين إلى دين، ولكن إحنا لأننا من خلفية مسلمة نعرف ديننا إلى ماذا يدعو. أسوأ ما دعا، أسوأ دين دعا إلى العنف وكره الآخر والدين الإسلامي. والدليل على هذا الشيء موجود بالجوامع ومكة، لما الخطيب يصيح كل جمعة اللهم اقضي على غير اليهود، اللهم انصر المسلمين، قصدي اقضي على غير المسلمين، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك باليهود، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم يتم أطفالهم وابليهم بداء ليس له دواء. هذا دعاءهم، هذا دعاء المحبة اللي يدعو المسلمين لغير المسلم. هذا كل خطبة جمعة موجودة بالدول العربية، النار والثبور لغير متابعي الدين الإسلامي. يعني الخطيب عنده أوامر من الإله ومن نبيه إنه ما تحب غير المسلم، خلاص يعني أي واحد على دينك تخليه على رأسك، بس إذا مو على دينك لا شيء. سمعتوا بحياتكم راحوا مسلمين تبرعوا لكنيسة مثلا أو تبرعوا لمعابد يهودية أو بوذية؟ لا، ما يسووها. أو ساعدوا الناس بدون قبض ثمن، قبض الثمن هو طبعا الشهادة بالإسلام. يعني هو هذا الأخلاق عندهم، بينما تشوف التبرعات بدول الأوروبية تتم على أساس شخصي محض من الفرد نفسه. يعني تصير زلزال في منطقة معينة، الدولة تروح تساهم بالمساعدات، أو يبعثون الأشخاص يبعثون على أرقام التبرعات. يعني لا يعني لا يطلب أجر ولا ثواب من أحد. أسا إحنا يعني ما يحتاج نحكي عن نفسنا، إحنا أيضا اللاديني والملحدين نتبرع في كل مكان يعني، ولكن ما يحتاج نقوله، لأنه لا أريد نشوف نفسه قدام الناس، ولا أريد أحد يمدحنا، ولا نطلب أجر من الله وثواب والشغلات هاي، لأنه إحنا نعرف إذا متنا راح نبلى ونروح تحت التراب وخلص انتهى. يعني الدود هو يقوم بعمله يعني، وما يبقى مثل ما يقول من الإنسان غير تاريخ المشرف وليس دينه. دينه ما راح ينفع اللي سواه، يعني سوى خير سوى شر، هذا أشياء رايحة كلها تحت التراب يعني. ولكن سمعة الشخص كيف كان، كيف تصرف مع الناس، كيف كانت أخلاقه. ما أعرف ليش المسلمين يعني ينكرون الأخلاق العالية اللي موجودة بالغرب، يجي يروح ينهزم من دولته اللي مضطهدته، يروح للأوروبا يجي يريد يعلن الدولة الإسلامية من هذا المكان. طبعا أول الغيث قطرة جاني مدد من صديقي إكس مسلم، يعني هو كان مدد في أحد الحلقات، والآن أيضا جاء مدد مرة أخرى لي، يعني مسلم يعني المنقذ. أهلا بك حبيبي. هلو هلو، أهلا أهلا بك مومو، مساء الخير عليك أول حاجة. أهلا حبيبي أهلا. طبعا حلقتنا اليوم من إنسانيون، مثل ما أنت تعرف أول حلقة من قل رأيك أو من قناة يعني لي قناة إجهر. حلقتنا اليوم معايير الأخلاق، القيم والأخلاق في الدين واللا دين. يعني جاي نتكلم عن الديني كيف يفكر بالمعايير الأخلاق، كيف عنده، واللا ديني كيف يفكر في معيار الأخلاق. تفضل. السلام عليكم.
انا الاول عايز اعزيك في اللي حصل لنا في القناة بتاعت ايجار. وطبعا هي دي سياسة اليوتيوب، وده هو اليوتيوب السلعامي. ومعلش مهما قفلوا لنا قنوات ومهما تسمعونا بس وكلام من ده، كل ده مش هيأثر فينا، يعني هيقوينا، يعني زي ما بيقولوا الضربة اللي ما بتموتش بتقوي، واحنا معاهم للآخر. فبالنسبة للأخلاق، الموضوع برضو الموضوع ما بيكون مرتبط بالدين، مش عارف، يعني مش عارف أبدأ منه إزاي. بس هو مثلا هم يقارنونا، لو احنا هنقارن مثلا نفسينا دلوقتي اللادينيين، والاتهام اللي بيروح للادينيين على طول ان احنا السبب اللي ودانا للالحاد، ان احنا عايزين نسكر، وعايزين نمشي مع بنات، وعايزين مش عارف ايه، وعايزين مخدرات، وعايزين مش عارف نكاح محرمات وايه وايه والشويتين بتوعهم دول. بس احنا مش كده خالص، يعني هم بيتهمونا بكده، واحنا حتى لو فينا امثله وحشه او احنا فينا حد بيعمل كده، بس دوت مش ما عندناش منهج نمشي عليه، او ما عندناش حاجه بتقول لنا انتوا اعملوا كده او ما تعملوش كده، احنا بنعمل كده من نفسينا. انما هو بالنسبه له هو بيعمل كده خايف من النار، خايف من ربه، بيسمع كلام رسوله، بيسمع كلام صحابته، خايف من المجتمع اللي هو عايش فيه. يعني معظم الدول العربية والشرق الأوسط كله، كل الموبقات اللي في الدنيا بتحصل، بس طبعا في الدرة عشان خوف من المجتمع وكلام من ده. وبس اللي أنا عايز أقوله إن هو بالنسبة لي أنا كلا ديني، لو قارنت نفسي دلوقتي وبالنسبة للفترة اللي أنا كنت فيها لسه متدين ولسه مسلم، أنا شايف دلوقتي نفسي أحسن بكتير. إن أنا دلوقتي حتى لو بعمل حاجة زي ما بيقولوا، لو بعمل خير انا بعمله دلوقتي خير، انا مش يعني غير طامعا في ثواب زي ما بيقولوا، انا بعمل الخير دوت غير طامع في ثواب، ولا بخاف رب العذاب، يعني ولا خايف من رب العذاب، ولا بعمل الخير ده وطامع فيه في ثواب. انا بعمل الحاجه ديت بالنسبه لي شايف ان هي كويسه، ان انا هساعد حد او هقف جنب حد، او اخلاقي تكون كويسه مع الناس، كل دوت راجع ليا انا، مش بفكر في دنيا ولا في اخره. يعني معاك ابو الحاج. طبعا طبعا احنا مثل ما قلت انه احنا لما نسوي الشيء نريح ضميرنا. اللي يمشي الانسان اللاديني في الحياة هو اول شيء واهم شيء ضميره واخلاقه الحقيقي، وثاني شيء ايضا القوانين اللي موجوده بالبلد هذا والقوانين اللي توضعها الدوله. يعني انا اقصد اكثر شيء دول غير الدول العربيه، يعني بعض الدول العربيه ما يخلون الا القوانين اسلاميه يعني، ولكن اللاديني يمشي على ضميره وأخلاقه والقوانين اللي وضعتها الدولة. لا احنا يعني انا من وجهة نظري احنا بنتكلم دلوقتي عن الاخلاق، لو بعدنا عن القوانين يعني ما هنقول القانون دوت ده سيف على رقبتي او على رقبة اي حد، لازم بالذات في الدول اللي احنا فيها، احنا في الغرب دلوقتي، ان انت في بلد لازم تحترم قانونها، سواء انت بقى متدين ملحد كلام من ده قانون وده سيف. ما احنا بنتكلم دلوقتي في الاخلاق والمعاملات، يعني انا دلوقتي لو أنا عارف، معاك أنا عارف هذا الشيء. أنا أقصد يعني معيار الأخلاق أيضا تأتي من القوانين، لأن يوضع القوانين عند معايير الأخلاق حتى يوضع هذه القوانين. مثلا في قانون وضعي أنه إذا أنت شفت حادثة وما تدخلت وحد شهد عليك أنه أنت موجود مكان حادث ما شهدت تتحاسب. أنت تعرف هذا الشيء؟ أعرف أنه بس مش القانون يحاسبك إذا هذا أيضا من الأخلاق. الدولة لما توضع أيضا من الأخلاق، لما يقول لك ما لك حق تأذي الآخر، ما لك حق تأذي الحيوان، هذا كله من الأخلاق.
أيضا من الأخلاق. في واحدة بإنجلترا حبست قطة سجنوها شهر، أنت تعرف هذا الشيء؟ طبعا انا اعرف. احنا طبعا انا هنا في بلجيكا بشوف الحاجات دي ساعات ابو الحكم، يعني انت لو ضربت كلب مثلا في لو راكب مثلا لو انت بالدماغ بالعقليه المسلمه، لو كلب جه عليك في الباص ولا في الشارع ولا في اي حته وانت ضربته برجلك ولا حاجه، بتحصل لك احلى مشاكل والبوليس بيجي والدنيا بتتقلب، يعني ما بيستنوش على الحاجات دي. بس احنا انا بتكلم معاك. هي بالنسبه القوانين نفسها هي اتحطت من خلفيه اخلاقيه، وده بيفسر بدايات الدين اصلا. بدايات الدين ان هو يعتبر قانون ظهر في البدايات والناس عملته دين. هو الانسان بتطوره على مر العصور وصل لمجموعه من الاخلاق، زي ما بيقولوا، زي ما الوصايا العشر اتقالت عند الاديان الابراهيميه، اتقالت قبل كده عند الفراعنه، اتقالت في الزرادشتيه، اتقالت. فالموضوع هو قوانين واتطوروا، هي اخلاق واتطورت وعملوها دين وعملوا لها رب وعملوا لها رسل. بس احنا بنتكلم على خلفيه المسلم. احنا بتكلم مثلا بالنسبه دلوقتي الموضوع بالنسبه لان احنا من خلفيه اسلاميه، انا شايف ان اي واحد فيهم بيعمل اي حاجه او بيتعامل في اي حاجه هو يخايف من عقاب، يطمع في ثواب زي ما بيقولوا، انما هو من جواه اشك في الموضوع ده الصراحه. يعني انا برايي حتى المسلم الملتزم او المسيحي لما يعمل هالشيء، بعض يعملوها من دافع انساني، يعني هو اصلا انسان قبل ما يكون متدين ويفعل هذا الشيء، وممكن يكون ما يرجو منه الثواب أو العقاب، وهالشيء أيضا موجود. لكن المشكلة الملتزم بالدين، الدين يحيده ما يخليه يروح يمين أو يسار، لأنه هو اللي يوجهه يقول له الأخلاق هكذا، أنت ما يصير تساعد إذا شفت مسيحي ومسلم لازم تساعد المسلم ما تساعد المسيحي، أو شفت واحد كافر واحد مسلم تساعد المسلم. هو هذا عدم المعايير حتى تأخذ الثواب حتى تدخل الجنة، ما أعرف الكلام هذا اللي دائما نسمع، دائما عدم مسألة الثواب والعقاب هو اللي يمشي الدين بالأساس. يعني واحنا مش لازم يكون ملتزم جدا بالدين، يعني مش لازم يكون ان هو المسلم اللي هو راديكال وبيتبع كل حاجه او سلفي او كلام من ده وبيتبع كل حاجه في الدين ولازم ينفذها. بس هو لو مسلم عادي، حتى لو مسلم عادي ومسالم، هو الدين اتدخل في كل حاجه، اتدخل في كل حاجه في نواحي الحياه، يعني كل حاجه بتلاقيها بتتفسر في الاخر، حتى لو هو عاملها من الاخلاق. بس بتلاقي ان هو يعني زي ما بيقولوا احنا مش هنعلم بنواياه هي ايه، بس هتلاقي لها دافع برضه ان هو باصص لها من ناحيه ثواب وعقاب. يعني الدين يتدخل في كل حاجه في حياتهم. يعني لو بيقول لك لو داخل بيت فاضي يقول السلام ومش عارف ايه، ما هو بيقول السلام والبيت فاضي، ما هو ده يعتبر خلق كويس. انت بتقول سلام، بس بتقول سلام لمين؟ انت فاهم ازاي؟ يعني في حاجات ما بتركبش على بعضها. يعني أنا أضرب مثال مومو، يعني ما أريد أذكر منه من أقاربي من عائلة، لأنه ممكن لأحد سمع مين هو وبعدين ممكن يروح يلام يسوي له مشكلة. المهم في وقت الالتزام الديني أو كان مسلم، كان يعني ما أقول عدواني، ولكن كان أناني، ما يفكر إلا بنفسه، ما يعني يحاول يعني بس أنا وبس أنا وبس كان يعني يفكر. لكن لما تغيرت أفكاره وصار لا ديني، طبعا هو كان من أشد المعاندين اللي ويحاول يثبت إنه دين زين وكويس، واتهموني أنا فيه، يعني إنه أنا حولته. هو أنا يمكن غيرت من أفكاره، ولكن هو أيضا كان عنده أساتذة
وكان يتكلمون معه وتغيرت أفكاره، أصبح إنسان آخر كلياً، ينصح بمنظمات حقوق الإنسان، مساعدة الفقراء، هالشغلات كلها صار يسويها لما كان عايش بالعراق، وتغير صار إنسان ثاني كلياً. يعني كان يقول لي إنه أنا تغيرت، صرت إيجابي أكثر، صرت أفكر بالبشرية كلها، الغشاوة الدين شالت من على عيني وصرت إنسان آخر. هالشي أيضا نقدر نجيب مثال صديقنا مثلا أحمد حرقان. أحمد حرقان لما كان ملتزم دينيا كان إنسان آخر، يعني الدين كان يمنعه يسوي أي شيء جيد. الآن تشوفه أي كلب ضال بالطريق يجيبه البيت ويعيشه، يعني هو بالكاد عايش حياته، لكنه مسؤول على كلاب وقطط موجودين ببيته، لأنه يشوفهم بالشوارع ويعطف عليهم وما يقدر يتركهم بدون مأوى، يجيبهم من البيت، والحيوانات هاي متعلقة فيه جدا. يعني شنو اللي خلى واحد مثل أحمد حرقان اللي ملتزم بالدين وكان إمام جامع وتلميذ لياسر برهامي يتغير هذا التغير ويصير رفيق بالحيوان ويهتم إنه هذا الحيوان لا يظل بالطريق بدون أكل وبدون شرب، يروح يشتري له أكل، يروح يهتم به، ممكن يحمم الحيوان، ممكن يغسل القط، يغسل الكلب. شنو اللي دعاه يعمل هذا الشيء؟ هو إذا كان مسلم مستحيل يعمل هذا الشيء. ما هو مستحيل يعمل هذا الشيء أبو الحكم، لأن هنتكلم مثلا في موضوع الكلاب دلوقتي، مثلا هو مستحيل يعمل كده، هو كان سلفي أو مسلم عادي حتى. موضوع نجاسة الكلب واللهاس بتاع الكلب ونجاسة الكلب ومشكلة وتغسل 7 مرات وتراب ومية ويدخلك في قصص كبيرة، فأنت ما بتفكرش في الموضوع ده، كلب لا كلب خلاص بره عني، إنما هو خلاص طالما الأفكار دي راحت من دماغه لا هيفكر الكلب ده ما عايش معايا على الكوكب، أنا يعني أتعامل معاه ورفق بالحيوان وكلام من ده، وزي ما بيقولوا ومين عارف، يعني مين عارف يمكن الحاجة اللي هو بيعملها ديت يعني أقول لك إيه تكون سبب في أي حاجة، مش لازم هنقوله إن هو ثواب وعقاب وكلام من ده، بس هتحسس إن هو بني آدم أكتر، هتحسس إن هو مسؤول عن حاجة. يعني بالنسبة لموضوع الكلاب، يعني الكلب، يعني الكلب أوفى من الإنسان 1000 مرة، يعني الكلب مشهور بالوفاء، فهو ما بعد عن موضوع الدين، فهو اتغير بقى إنسان تاني، فخلاص في كلب تعبان تعالى أدويك، تعالى أعملك أأكلك أشربك أحميك. فهي الفكرة إن هو بعد عن الدين. الدين وأخلاق الدين يمنعك تهتم بالقطط والكلاب، لأنه حرام تربي كلب في بيتك إلا للحراسة، وما يصير يكون بالبيت، يعني يكون خارج البيت. الدين عائق قدامك حتى أنت تهتم بالحيوانات. يقول لك إذا القط ما عرف أكل في صحن تغسله بالتراب 7 مرات وبالمي 7 مرات وكلام من هكذا شيء، أو الكلب ما يصير تلمسه، لازم تتوضأ، الكلب نجس، وتوصف الكلب بالشيطان والكلب الأسود الشيطان. يعني هكذا أشياء الدين يمنعك أصلا، يمنعك أنه تكون رفيق بالحيوان. إن المشكلة أنه العكس، يعني هو مو يكون حياد بالموضوع، لا ويكون عائق أمامك أيضا. هي والمشكلة أبو الحاكم، يعني المشكلة أنت لو دورت مثلا في موضوع اللي هو اللي أفتى في موضوع الكلاب وقال لك الكلب ويجي يقعد بره البيت وبتاع، طب زمان مثلا اللي كان عنده كلب أو الأنبياء أو الصحابة وكلام من ده ما كانش عندهم كلاب، كانوا بيقعدوهم بره كان عندهم بيوت أصلا عشان يعملوا أوضة أو بيت للكلب بره البيت اللي هو عايش فيه. فهي حاجات الناس خدتها بالوراثة وبالكلام من ده، قعدوا يطوروا فيها لحد ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. يعني
انا مش فاهم ازاي يقول لك الكلب حلال ان انت تقعده ما تدخلوش عندك البيت. طب زمان يا عم كانوا بيدخلوش عندهم البيت ازاي؟ ده زمان كان عايش في خيمة مع حتة قماشة، الكلب يعمل كده يجيب الخيمة كلها. فمش عارف ابو الحكم، انا مش عارف، انا بالنسبة لي طبعا انا شفت قبل كم يوم، واتمنى اللي يعني الاصدقاء ايضا يشاهدون. اذا تكتب انت فقط صاحب قطة يودع قطته التي تحتضر، عندك قطة 13 سنة عايشة معاه وهي تحتضر، انا شفتها على قناة مصرية يعني، فهي جاي تتكلم وتقول شوف الفرق بيننا وبين بعض الناس. طبعا هذا اوروبي اكيد، هذا قاعد بال كلب القطه ويمسح فيها ويبكي دموع دموع، انا ما شفت اجنبي يبكي يعني، خصوصا الرجال ما يبكون باوروبا قليل جدا، فتشوفه يبكي يبكي يضرب بالدموع. من دين هذا علمه هذه الاخلاق؟ الدين علمه الرفق على الحيوان ويكون يحب الحيوان؟ لا طبعا. تفضل. لا، هو الموضوع ملوش بالنسبة له، هو ملوش خلفية بموضوع الدين خالص. يعني هو يعني اقول لك هنا ممكن واحدة تتربي كلب احسن ما تصاحب بني آدم، يعني او واحد يصاحب كلب احسن ما يصاحب بني آدم، من كتر اللي شافه من البشر فبيعتبر الكلب ده صاحبه، بيتكلم معاه، بيفهمه. يعني اقول لك ايه، يعني خلاص بيبقى بيعتبره انسان زيه عايش معاه. وانت هنا في اوروبا عارف الحيوان بيبقى الاهتمام بيه ازاي، وعنده الدكتور وعنده الباسبور بتاعه وعنده الورق فهنا الموضوع تاني يا ابو الحكم. هنا احنا ما ينفعش نقارن هنا بعندنا خالص يعني الشرق الاوسط خالص. يعني وفي أيضا حاجة أخرى، أنه عدم الأخلاق وما يدعو إليه الأخلاق، يقول لك الدين يمنع الشخص يمارس الجنس مع أمه وأخته، بينما الملحد راح يعمل هذا الشيء. أنا أريد تجيبوا لي اسم ملحد واحد عمل هذا الشيء يعني، حتى نعرضه أمام الجماهير، أنه واحد تحول من الدين إلى الإلحاد ومارس الجنس مع أخته أو مع أمه. أنا مش عارف منين يجيبون هذا الحكي يعني. هل يا مسلم أنت إذا تحولت إلى الإلحاد راح تفكر بأختك يعني؟ مثلا الدين هو اللي مانعك؟ طيب الملحد واحد ما عنده أخلاق وسوى هالشيء. طيب أمثلة كثيرة أن المسلمين أيضا هم ملتزمين بالدين ومسلمين، ولكنهم يعملون علاقة مع عمتهم، خالتهم، أمهم، أختهم. ليش يعمل هذا الشيء؟ هو ملتزم بالدين، شو تسمي أنت بيج حالة؟ تعتبره عاصي ولا إيش؟ ولا لأنه نقدر نقول نفس الكلام، لأنه هو ملتزم بالدين هو يعمل هذه الأفعال لأنه مسلم. نوصف الدين كله أنه يدعو إلى النوم مع الأخت أو الأم أو الأقرباء يعني، ما أعرف يجيبون أفكار ما أتى العلم بها من ولا الأخلاق من سلطان. طبعا دخل معنا صديقنا إبراهيم، نرحب به. أهلا بك إبراهيم. إبراهيم الزهر عنده مشاكل أبو الحكم، داخل معنا صديقنا إبراهيم، لكن المايك أيضا مفتوح عنده، ممكن يكون لسه الشبكة عنده مش مجمعة كويس والله. أوكي، ننتظره. في أي وقت تقدر تقاطعنا صديقنا إبراهيم وتتكلم إذا ضبط عندك المايك، وإذا ما نجحت في الكلام تقدر تخرج وتدخل مرة أخرى يعني. النقطة اللي كنت بتتكلم فيها أبو الحكم دلوقتي، إن هو موضوع إن هو بيتهم الملحد دلوقتي إن هو بتاع جنس محارم، وإن هو ساب الدين عشان يروح يعمل جنس محارم ويشرب خمرة ويعمل كذا ويسرق ويشرب مخدرات ويعمل وكلام من ده، عشان كده ان هو بعد عن الدين. اكن ان احنا مثلا نهج، وان احنا مثلا اول ما بندخل مثلا نسيب الدين او نسيب الخرافة اللي احنا كنا فيها دي، ان احنا بنخش دلوقتي وبنقول
اشهد ان لا مش عارف ايه ايه، واشهد ان مش عارف زنا المحارم حلال، حاجات تنرفز يعني، حاجات بس هو ده تفكيرهم ابو الحكم يعني، هو ده تفكيرهم، هو بالنسبه له، بالنسبه لمعظم يعني، بنتكلم على الخلفيه الاسلاميه يعني، هو الدين ثلاث ارباعه يعني نكاح واغتصاب وسبي وكلام من ده، فهو لازم يفكر في الموضوع ده. هو المسلمين عندهم بيفكر يا في، او السلفيين على الوجه الاخص يعني، عشان المسلمين كلهم ما يزعلوش، بس السلفي أنا مش بيشد فاهم ليش نص ربطها التحتاني بس. بالجنس مع الأقارب، مش عارف ليش ربطها بهذا الشيء، يعني ما الإلحاد ربطها بهذا الشيء يعني. ما هو بالنسبة له، عشان هو بالنسبة له، هو من كتر تفكيره وهو منشغل نفسه دماغه بالنص التحتاني من جسمه، يعني زي ما احنا بنقول ان هو بس بيفكر بالنص التحتاني من جسمه، فهو بيفكر الحاجة الوحيدة اللي تخليه ما يعملش كده جنس مع محارم اللي هو موضوع الدين بس. هو ده تفكيره، هو طالما هو بيتهمني بالموضوع ده يبقى هو ده تفكيره، هو ده اللي مقتنع بيه. انا لو سبت الدين ممكن اعمل كده، طب ازاي يا عم ازاي؟ هو هنا اللي عايشين في اوروبا هنا، حتى لو في جنس محارم بيبقوا ماشيين مثلا بكلام من ده وتصوم ملحدين، وبيبقى ده نهج حياة وكلام من ده. في المسلمين فيهم جنس محارم، ودوت فيه جنس محارم كل حتة يعني، الموضوع منتشر يعني، الموضوع مش ما له علاقة بالدين نهائي، بالدين أو ما بلش. غير الدين. إذا يكون ملتزم أو غير ملتزم، إذا عنده هو هالنوازع يسويها، يعني ما راح يمنع لا دين ولا غير دين يعني. أم أبو الحكم يعني، على رأي كان في طفل عراقي يقول لك، بيتكلم على البتاع على داعش، يقول لك من عبرت ارتاحيت، كان طفل اسمه ياسر، أنا بنقول لك دلوقتي من ألحت ارتاحيت. هو كل حاجة أنت ارتحت وخلاص، ما عدتش بتفكر في حلال وحرام وثواب وعقاب، والدنيا كويسة والدنيا لازم نعيشها، ونعمل الخير زي ما هما بيقولوا، او نعامل الناس بالاخلاق الكويسه، ونبقى نماذج كويسه في الحياه بعيد عن اي حاجه. صحيح. إبراهيم الآن تقدر تتكلم؟ لا، اختفى إبراهيم. أوكي، يحاول مرة أخرى إبراهيم يدخل، وأتمنى الأصدقاء اللي وعدوني يدخلون، مها وأمير، إذا عندهم مشاكل خلي يقولون. أهلا بك إبراهيم، تقدر تتكلم؟ إبراهيم؟ الظاهر النت إبراهيم؟ عنده شوية ضعيف يا حاجة. يعني نتمنى عن الرابط، تعب ما لقيت خلاه مستر بلاك، نتمنى تدخلون معانا على وتشاركونا بالبرنامج، يعني هو أصلاً قل رأيك، يعني نريد نسمع جميع الآراء. طبعاً المشكلة مها موجودة على التكست، تقول مدى أقدر أدخل إلى اللايف. أوكي، أنا راح أبعث لك على إيميلك، أعمل لك طلب، يعني إنفايت أعمل لك وحاولي تدخلي. تفضل تكلم عن الموضوع إلى أن أشوف هالمسألة. صديقي مومو، اتكلم فيه يا ابو الحكم؟ هتسيبني ادور لوحدي؟ دقيقتين، لا أنا حسألك سؤال، يعني كيف يكون الشعور الإنسان لما يكون متدين والدين يوجهه يعمل شيء سيء لا يقبله المجتمع والأخلاق، لكنه يفعله لأنه الدين يقول له هكذا، يعني كيف يقدر يعمله يعني؟ هو طبعا طالما الدين قال كده فهو بيعملها بكل استمتاع وكل سعادة، لأن هو ده الدين، هو سبيله، هو يعني هو طريقه للنجاة. فهو بيعمل، لما بيعمل حاجة زي كده حتى لو مش جاية مع المجتمع، زي مثلا ما نبص دلوقتي، لو بصينا للدواعش اللي هم بيقولوا عليهم إن هم خارج الملة، وأنا طبعا بقول إن الدواعش للمرة المليون
الدواعش هو فيلم وثائقي للإسلام من 1400 سنة يعني، عشان ما كانش فيه يوتيوب وما كانش فيه إنترنت، فإحنا من حسن الحظ يعني إن إحنا شفنا الكلام ده. فبتلاقي بتاع داعش بيعمل كده في وسط المجتمع اللي هو عايش فيه، مش لازم أن يكون من بلد تانية وراح مثلا سوريا أو كلام من ده، فبتلاقيه قاعد مستمتع باللي هو بيعمله حتى لو هو ضد الإنسانية، بس مستمتع بيه، وهو شايف إن هو ده طريق للجنة وطريق للحور العين وطريق للفردوس وأنهار الخمر وأنهار اللبن، فهو بالنسبة له هو بيبقى مستمتع بالحكم. زي ما بقول لك هو بيعمله مستمتع، مستمتع حتى لو الناس شافته يقتله، يعني لو واحد هل مسلم يقدر تاني شافه وهو بيقتل حد. كيف يقدر يعني مثلا واحد مستعد يقتل أمة مثلا؟ احنا سمعنا عن هذا الشيء انه من قتل أمه ومن قتل أخته أو أبوه، كيف يستطيع يفعل هذا الشيء يعني؟ ما هو ابو الحكم، هو الدين زي المخدرات ابو الحكم، هو طالما خلاص انت دماغك ديت، لو دماغك ديت فاضيه وانت مش قاري كويس مثلا، هنقول ان هم معظمهم مش قاريين كويس، بل بالعكس انا بقول ان هم قاريين كويس ومفتشين وعارفين دهاليز الدين، بس هنقول ان هم دماغهم خلاص، دماغهم برمجت على كده ابو الحكم، هو ده طريقه، هو ده طريقه الوحيد. شاب بيبقى معقد نفسيا في حياته وعنده مشاكل وعنده مشاكل اقتصاديه، فواحد بيقول له تعالى يا عم انا هريحك من كل ده واوديك الجنه مره واحده، فبيروح. اي صحيح. طبعا امير ايضا عاوز يدخل ومش قادر. مها بعد امرك ممكن يعني انا شوي عندي هسه مشكله بالفيسبوك، اذا تقدرين على التكست هنا تنزلين لا الايميل ما يصير تنزل على التكست، ابعثي لي مره اخرى على الماسنجر، لانه يعني صار بعيد وما ما جاي القى. ابعثي لي الايميل مره اخرى على الماسنجر حتى اعمل لك كوبي بيست وابعث لك الطلب. انا حاولت قبل شوي بعث لي ايميل امير لكن ما جاي يتفعل، انا مش عارف ليش، يعني مش في قناتي ولا انا المشكله شايف وين. مستر بلاك هنا على الشات حاطط اللينك بتاع الهانج اوت، ممكن حد لو حد عايز يدخل يجرب منه تاني. لا ما المشكله عند ستمها انه هي مش قادره تدخل اللايف الا اذا يعني اخذنا الايميل، يعني ابعث لها انفايت طلب الدعوة للدخول. يلا تقدر. طب انت يا ابو الحكم، انا هقول للناس كده، هقول للناس كده جت قدامي دلوقتي العهده العمريه، يعني اتكلم فيها على اخلاق المسلمين لما راحوا بلاد وفتحوها مثلا، اللي هم اما راحوا بلاد الشام، فهنتكلم هنقول للناس النص بتاع العهده العمريه، ويشوفوا اخلاق الاسلام في بلاد فتحوها زي ما هم بيقولوا عشان ينصروهم وكلام من ده، هنشوفوا اخلاق الاسلام امرت الناس ديت بايه، والناس ديت وافقت على كده طبعا لانهم كانوا مجبورين او مكسورين الخاطر زي ما بيقولوا. هنا معانا نص العهده العمريه من كتاب ابن القيم عن عبد الرحمن بن غنم: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة، ولا يجددوا ما قد خرب، ولا يمنعوا كنائسهم من أن ينزلها أحد المسلمين 3 ليالي يطعمونهم، ولا يأووا جاسوسا، ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذو قرابتهم من الإسلام إن أرادوا، وأن يوقروا المسلمون، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إن أرادوا الجلوس، ولا يشتبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم، ولا يكتنوا بكناهم، ولا يركبوا سرجا، ولا يتقلدوا سيفا، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزوا مقادم رؤوسهم، وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم،
ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في حضرة المسلمين، ولا يرفعوا أصواتهم عند موتاهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق وما من الرقيق ما جدت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. أنا قلت صراحة الشام وشرط عليهم، ألو، شرط عليهم فيه ألا يحل. معك في حد فتح اليوتيوب؟ دخلت ست ما بعثت لل سلام العقل اهلا اهلا بك. ما لحظات ونكون معك اذا تساوين ميوت بعد امرك. كمل مومو. انا كده خلصت النص بتاعها، بس انا عايز بس اقول نقطه بسيطه عشان ادي للناس فرصه ان هي تتكلم. هو الموضوع هنا انا قلته بحيث ان احنا نفرق بين موضوع برضو، لو عن نقيس اخلاق المسلمين لازم نقيس اخلاق المسلمين في المجتمعات اللي هي فيها اقليه والاجتماعات اللي هم فيها اكثريه. فاحنا دلوقتي احنا بنتكلم على مجتمع ان هم كانوا فيه اكثريه او استعملوا القوه فيه، فهنا بيقول لهم ان انتوا مش بني ادمين، يعني ان انتوا مش هتجددوا كنايس ولا هتعملوا، ولو واحد مسلم عايز يقعد والنصراني قاعد يقوموا يقعد المسلم، ويحلقوا شعرهم من قدام ويلبسوا حاجه في الوسط عشان يعرفوهم، وما حدش يحط صليب ولا حد يقرا كتب بتاعتهم. باختصار يعني ان المسلم لو بقى اكثريه ما تجيش تكلمه عن اخلاقه، ما تجيش تكلمه على كده، لان هو هيفرض سيطرته على اي حاجه. انما احنا هنا لو احنا دلوقتي زي ما احنا متابعين من فرنسا من يومين، دلوقتي المسلمين عمالين يلفوا حوالين نفسهم ويقول لك الاسلام والاسلام دين سماحه، وايات القتال ديت نزلت في اوقات تانية وفي اوقات ماضيه وخلاص، وبطل استخدامها وبطل مع مش عارف ايه. فهو الفرق دلوقتي، النقطه الاخيره عايز اتكلم فيها، ان هم دلوقتي الاكثريه بيبقى لهم اخلاق بيتحولوا لذئاب بشريه، هم اكثريه، وهم اقليه في لحظات الضعف بتلاقيهم ان هو بقى يكلمك بالاخلاق، ولكم دينكم ولي دين، ولا اكراها في الدين. فالمايك معاك ابو الحكم. شكرا شكرا لك اكس مسلم. طبعا معنا ايضا ست ماء، بس ننوه انه يوم الاثنين لقاء خاص مع ست ماء الساعه 9 مساء، راح نتكلم معاه عن اشياء لاول مره ممكن تتكلم هي عنها. نرحب بها اليوم ونقول لها اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك ابو الحكم، تسلم. واني اسفه بدايه على اللي صار ويا قناه اجها، بس هذا كل اللي هم قادرين يسوون البلاغات ويسدون الصفحات ويريدون العالم تسكت. ما اعرف ليش هالخوف اللي دا يصير عندهم، ليش لهالدرجه يعني دينكم ركيك بحيث تخافون انه شخص يحكي؟ يعني الحلقه اللي سدوا بسببها القناة هي متوفرة 7 أيام من امبارح، أي واحد عاوز يدخل في حلقة البارحة حاط الرابط The Searcher، أي واحد يريد يشوفه خلي يشوف شنو الغلط اللي صاير حتى يمنعون البث المباشر 3 أشهر. ماكو أي شيء يستدعي لهذا القرار. هاي من خوفهم، معناها أنه ايش قد تاثر بيهم هاي ارائنا، وايش قد تاثر بيهم الحركات التنويريه، وايش قد خايفين هم من عدها، بحيث هذا كل اللي دا يقدرون يسووه. ايش قد مواثقين من نفسهم ومن دينهم، وخايفين لكل شيء ينكشف للعالم. اكيد اكيد. حلقتنا اليوم مها عن معايير الاخلاق الدين، يعني الملتزم بالدين شنو عنده معايير الاخلاق، والغير ملتزم شنو المعايير اللي توجهها بحياته. إذا تحبين تكلمين عن الموضوع تفضل. طبعا هم بداية الأخ اللي حكى إكس مسلم كلامه كان كلش حلو. هم ينظرون دائما إنه هم أصحاب الدين، هم اللي عندهم الأخلاق ودينهم هو الدين الأخلاق، وكل واحد راح يطلع خارج الدين الإسلامي معناه إنه هو ما عنده أخلاق وخرج عن الإطار الاجتماعي الأخلاقي.
دائما ينظرون الانسان الملحد واللا ديني انه هو ما عنده اخلاق، ما عنده ضوابط اجتماعيه، راح يقدر ينكح اخته امه، يشرب براحته. هم دائما ينظرون الملحد الربوبي هو طلع من الاسلام حتى يعيش براحته، حتى يسوي كل الاشياء اللي الدين مانعه. بس لو تجي حقيقه على الاسلام فهم ما مقصرين، يعني هم دي يسوون اشياء يعني ما ممكن اي انسان طبيعي يسويها. فإذا يريدون ينقدون خلي ينقدون نفسهم ويشوفون إسلامهم ودينهم وقرآنهم إيش ده يحكم عليهم. بالعكس أنا أشوف الإنسان الملحد واللا ديني هو عنده ضوابط أخلاقية أكثر من الإنسان الديني، أكثر من الإنسان اللي متستر بالدين وبالغطاء والديني وهاي الأشياء كليتها. يعني تقدرين تقولين كأمثلة مثلا عن نفسك، مثلا لما كنتي ملتزمة والآن غير ملتزمة، شنو عندك ضوابط الأخلاقية لما كنتي بالالتزام والآن؟ اكيد هم بالنسبه لهم اني هسه انسانه لا اخلاقيه، لانه اول شغله سويتها شلت الحجاب. فهم برايهم انه المراه المحجبه هاي مراه ملتزمه بالاخلاق بالاشياء الدينيه وهي خلاص بيرفكت. اما الانسانه اللي ما محجبه ولا دينيه يبان عليها انه هي انسانه سهله، انه هي انسانه شالت الغطاء وتركت الدين على مود تعيش بحريتها، يعني هي صارت انسانه سهله جدا. اللي ما يقدر يوصلها راح يبدي يشوه بسمعتها. ويمكن انت شفت المناشير اللي على صفحتي، حقيقة اني اضحك يعني من اذكرها، انه انت جاي دا تستفزني حاط صورتي اللي بالحجاب بالنص والداير ما دايرها صوري بدون حجاب حتى تبين للناس شوفوا هاي التوت، انه هي شوفوها انه هي كانت محجبة وشوفوا وصلت لاوروبا ايش سوت. وصحيح وصلت لاوروبا نزعت الحجاب، لانه انتو بمجتمع متخلف. للأسف إنه أنا ما أقدر آخذ حريتي بنص هذا المجتمع اللي ما عنده حرية عقيدة، ما أقدر أفكر بحريتي، لازم أكون ضمن القطيع مالتكم. لا سوري، يعني كافي هاي النظرة إنه وحدة هي المحجبة يعني مليانات محجبات، ممكن واحد بكل بساطة يعمل معها علاقة ظاهريا جدا شريفة والأخلاق كلها يشر منها، لكنه بالخفاء تعمل البدع مثل ما بالضبط. يقولون. هل أني هذا ده الغطاء هو سعملها شريعة يعني؟ وهذا الشيء تلقاه من النساء نفسهم المسلمات واللي خالين حجاب على راسهم. انتي بنية مو زينة، اقولها انتي مو المهم انتي ايش حاطة على راسك. الاسلام ما ترى ما بربع قطع متر قماش، المهم انتي ايش حاطة افكار براسك. راسك هذا شنو محشي؟ شنو الافكار اللي بيه؟ يعني انت ما المهم انه انت محجبه خلاص انت بيرفكت، انت قمه الاخلاق، انت راح تنجين جيل وتربين اولاد تربيه يعني صحيحه. لا مو شرط للاسف، يعني هاي النظره اللي ماخذيها على الملحد واللا ديني انه انسان سكين، انسان لا اخلاقي، انسان يدور علاقات. طيب انت صار لك فترة، ايش قد صار لك بأوروبا الآن؟ صار لي 2 ونص. 2 ونص. انت شنو التغييرات اللي شفتيه، يعني قصدي الفرق بين العراق والحياة اللي تشوفينها بأوروبا من خلال تعاملك مع المجتمع كموظفين كناس عاديين؟ هل الدين هو اللي يوجههم، أم إنسانيتهم وأخلاقهم الحقيقية هي اللي توجههم؟ أكيد أكو فرق، صح لو لا؟ طبعا اكيد الفرق انه بالعراق الناس ماخذين دين غطاء لكل شيء، اما هنا اللي يتعاملون وياك حسب انسانيتك، حسب انت شنو. ما عندهم مشكله انت مسلم ملحد خلاص، هذا الشيء خاص بيك، معتقدك انت، هذا ببيتك. بس برا عندك قوانين. بس للاسف اللي يجون هنا المسلمين اللي يجون يجي هو جايب ديانته وياه ومعتقداته وياه، ويطلع بالشارع يريد ينشر الاسلام مالته. قلبي إذا تريد روح للسعودية، ليش جيت البلاد الكفر؟ لعد يلزم جهالة ما عليكم بالمدارس، يخاف أني جهالي راح يفلتون، أني خايف عليهم، بابا لسه مثلهم هذول كفار. قلبي روح سعودية قطر الدول المسلمة، لو هم صدق إسلام خليه يستقبلوك. ليش أوروبا فتحت أبوابها لكم؟ بالمقابل أنت تقبل يجي واحد مسيحي ينشر الدين عندكم؟ فأكيد لا، مرتد هذا. ذكرتني كمل كمل. لا تفضل استاذ ابو الحكم.
ذكرتيني بأحمد حرقان، حكى شلون لما كان بالسعودية وحاطينه بالترحيل، المعاملة السيئة اللي كان يتعامل إلها هو والناس اللي موجودين، حاطيهم مكانات غير آدمية، وبعدين صاروا يقولوا له نخليك تتوسل فينا حتى نرحلك، وما راح نرحلك وراح نعذبك، لأنه كان يحاول يدافع عن بعض الموقوفين أو المسجونين المستعدين يرحلهم، يعني معاملة غير آدمية نهائيا، بينما لما يجي أوروبا يهيئوا له مسكن، يهيئوا له، يعطوه فلوس للأكل والشرب للملابس، إيجار بيت، كل شيء يدفعوا له، هم ما مجبورين، ما حد داس وراهم يقول لهم تعالوا، صح ولا لا؟ طبعا طبعا. واني مرات بصراحة استغرب انه هم شلون، يعني هم دا ينطوكم حرية، يعني تكونوا اوادم وعرفوا تتصرفون صح، يعني ما اعرف اني هذا الموضوع كلش يستفزني، موضوع الناس اللي دا تيجي هنا ودا تريد تنشر الاسلام يباوع عليه وقاعد ياكل ويشرب ويتعامل وياه انه هو كافر، يعني حتى لو هو ما كان ملحد، كان مسيحي او نصراني خلاص يعني. هو الأخلاق يمنع، المشكلة هنا الأخلاق اللي موجود بالدين يمنع إنه يكون جيد مع العلم، وفر له السكن، وفر له المكان، يصير يسرق منه يقول لك هذا كافر، لأنه الأخلاق الدين يسمح له يسرق الآخر لأنه هو كافر يعتبر. فعلا هنا هو الأخلاق حشو، فعلا هو معذور لأنه هو بده يطبق الإسلام صحيح، يعني معذور فعلا. أوكي ما طيب نعطي فرصة للمومو، أريد أسأله نفس السؤال. أنت مومو جيت لأوروبا وأنت عايش بمصر أيضا، ما هو اللي الأخلاق اللي تعلمته بدولة عربية مثل مصر، والأخلاق اللي موجودة بأوروبا، احكي لنا عن الفرق الموجود، وإذا موجود بعض الأمثلة وأشياء مريت بها ممكن تكلمنا عنها. تفضل مومو. الو، أيوة بالنسبه للفتره اللي انا كنت عايش فيها مثلا في مصر، انا كل الاخلاق اللي اتعلمتها او كل الحاجات اللي هي بتحس على الاخلاق كان لها خلفيه دينيه، ما فيش حاجه من المجتمع خالص ممكن تتعلمها من الاخلاق، واي واحد في الدول العربيه اكيد عارف الكلام من ده، ولو بالذات لو حد مصري، الشارع وفي المعاملات في كل حته بعيده عن بعيد عن الدين وكلام من ده، مفيش حاجه من الاخلاق فيها خالص. انما هنا انت لما جيت اوروبا بتتصدم في كل حاجه، من اول مثلا ما بتدخل المطار هنا بتشوف بتتعلم ازاي تحترم الدور، بتلاقي نفسك من اول لحظه ابو الحكم اتحطيت في سيستم لازم تعيش معاه، يعني كل حاجه هنا كل حاجه لها اخلاق وكل حاجه لها معايير وكل حاجه لازم تحترمها. فهنا الشارع نفسه بيعلمك بره عن الدين وبره عن الكلام من ده، الشارع نفسه بيعلمك، جارك وانت راكب في الباص بتتعلم حاجات، بتتعلم ازاي تركب ازاي تنزل، الحاجات دي في الدول العربية الكلام ده مش موجود. فانا بعتبر الاخلاق هنا انت تاخدها من الشارع، انما في مصر انا ما خدتش حاجة من الشارع، الشارع كله وساخة وقلة ادب وصياعة. بس يا ابو لا، الحاج ودواء مثلا تروح الى دائره كيف يعاملك، كيف يقضي امورك وما يكذب عليك. انا مثلا اقدم على الباسبور يقولوا لي تعال استلمها بعد شهر، تلاقي بعد اسبوع يبعثوا لي رساله الباسبور جاهز. ليش؟ يعطيك الحد الاقصى، ما يكذب معك، يعطيك الحد الاقصى انه شهر راح تستلم الباسبور، بينما هو باسبوع 10 ايام يخلص لك اياها. بينما عندنا شكل آخر كليا. عندنا طبعا أيضا كذلك تشوف بالمدارس أو رياض الأطفال، تشوف تصرف المدرسات مع الأطفال اللي موجودين كأنه أطفالهم، يهتمون بهم، بينما أو مستشفيات، بينما عندنا إهمال كامل إلى أبعد الحدود. وهذه الضوابط الأخلاقية اللي موجودة أصلاً، هي أصلاً دول الغربية ما فيها ما فيها التزامات يعني دينية
بينما نازع الدين إحكامات إنسانية بحتة، يعني ما لها أي علاقة بأي دين. لما يعمل هالشيء حتى لو هو مسيحي هو ما يسويه لأنه يطلب أجر أو شيء، لا، هو يفعله كإنسان فقط يعني، وضميره هو اللي يوجهه، وهو غالبا يكون لا ديني ولكنه إنسان. طبعا طبعا أبو الحكم. وبالنسبة للنقطة اللي أنت بتتكلم فيها، مثلا أنت لو راح تتخلص أي ورقة ولا كلام من ده، أنت بتعمل الأول اتسمعات مع عن طريق الإنترنت أو عن طريق التليفون، بتعمل الميعاد وبتروح تلاقي نفسك بتدخل في ميعادك بالظبط وبتخلص أوراقك، وبقول لك في اليوم دوت هنبعت لك إيميل، بتلاقي الإيميل جاي لك بيقول لك في اليوم دوت هتيجي تستلم، بتروح تلاقي تستلم. ما فيش زي عندنا في الدول العربية، بتروح تلاقي فين المدام، المدام واخدة أجازة وضع، طب فين الشيخ شعبان، الشيخ شعبان راح يصلي الظهر وساب المكتب فاضي. فهنا أبو الحكم، هنا الناس سابقة هنا بألف سنة، حوالي ألف سنة، ألف سنة ضوئية كمان، مش ألف سنة عادية. هنا صعب صعب إن احنا نقارن عندنا بالناس دي، لأن الناس دي سابقانا بكتير في كل نواحي الحياة. صعب صعب. صحيح. ما أنت تتذكرين مثلا موقف من المواقف تعرضتي به مثلا بالعراق وبعدين جيتي لأوروبا شفتي موقف مشابه له ولكن مناقض في الفعل، مثلا تقدرين تتذكرين شغلة معينة؟ هواية مواقف أستاذ أبو الحكم، تسمعني؟ نعم سامعين. هواية مواقف هسه أنت دا تجيبها، دا تقول لي على، دا تقول على التعليم وعلى الدراسة. يعني أنا أشوف الأولاد هسه، يعني حتى الدين اختياري إنه تريدهم يتعلمون أو لا، يعني ما عندهم كانت شغلة أساسية مثل عندنا بالعراق. مادة الدين أول شيء، حتى من يخلوها بالجدول الدراسي إسلامية أول شيء. أما هنا ماكو هيك شيء، ما عندهم إنه أنت تطلعه على، بدها تربيه على شيء ديني، على شيء انساني، على شيء اخلاقي، وهو هذا اهم شيء. يعني انا هنا فرحانه انه انا اكون مستقبل ابني، فرحانه انه هو مو بالعراق، لانه ايش يريدون يحشون براسه بس الاسلام. اما تروح فعلا كلام الاخ، من تروح على معاملات وشي، صلاه الظهر مشغولين من هالحكي هذا، يعني معاملات. ذكرتيني فيلم الإرهاب والكباب العادل إمام، لما يراجع على مود يخلص معاملة أطفاله من مدرسة لأخرى، وكل ما يجي يلقي الموظف يصلي. بالضبط. والمشكلة إنه هم قلت لك اللي دا يسووه معذورين، يعني هم دا يطبقون الإسلام، هذا رأيهم إنه هم إنسان يعني كامل خلاص. صحيح. لما خافت ربها. إبراهيم أنت موجود معنا، تقدر تتكلم؟ أبو الحكم، هل الصوت مثل ما كالعادة؟ أهلا أهلا حبيبي إبراهيم، وأخيرا سمعنا صوتك. الحمد لله. طيب أنت ليه ما عملت مثل آخر مرة؟ الصوت أيضا متقطع الآن. للأسف كنت أتمنى أن ندلو بدلوي في موضوع الأخلاق، بس واضح أن الفرصة لن تحل مرة أخرى. طيب أنت تتذكر كيف دخلت؟ راح أدخل بطريقة أخرى وكان الصوت كويس، يعني ليش ما دخلت نفس الطريقة؟ إبراهيم طلع. طبعا كل شيء اللي نتكلم عنه إلى علاقة بالأخلاق، لأنه المشكلة اللي بالدين يوجهك توجه معين وما يخليك تحيد لا يمين ولا يسار، إذا حدت أنت أصبحت مخالف لهذا الإله. يعني من الأخلاق السمحة الجميلة الإسلامية مثلا الأسير يقتلوه مثلا، هذا من الأخلاق الحلوة اللي بالدين، إلهه أمر بهذا الشيء. بالمعركة، معارك كانوا الابن يقتل أبوه، هذا من الأخلاق الدين أيضا، يقول لك خلاص ما دام هو كافر تقتله، يعني
ياما ياما باللقاءات اللي صارت عند المسلمين، انه قتلوا بعض. مها طلعت، راح احاول ابعث لها مره اخرى الطلب. ياما ياما قتلوا بعض لانه الاخلاق الديني هو يدعوهم الى هذا الشيء. تقتله لانه هو كافر خلاص. يعني تشوف يجي الشرقي يجي لاوروبا ويسرق كل شيء، يقول لك هذا حلال سرقتهم. ليش؟ لانه ذولا غير مسلمين. الدين يسمح لي، هو هذا الاخلاق، الدين يسمح له والاخلاق الديني يسمح له انه يسرق غير المسلم، حتى لو هو عايش على المساعدات اللي توفر له الدوله والملجأ والمسكن وكل شيء. يعني البعض كانوا يفتخرون يقول لك انا اسرق كل شيء ما عدا الخبز والحليب. الخبز حرام والحليب للاطفال ما يصير اسرقه. يعني تشوف بهذه هذا هو التفكير. الدين هو يدعو الى هذا الشيء يعني، ويقول له انت ما مسوي شيء غلط نهائيا. يعني انت لما تسرق الكافر، حتى انا كنت بالعراق وبالثمانينات مش عارف اجاني اتصال مسنجر. ابو الحكم ده يحاولون ينضمون على اللايف. نعم تسمعني ابو الحكم؟ اي سامعك سامع تفضلي. ده يحاولون ينضمون على اللايف. داليا منو بيحاول؟ مين بيحاول؟ داليا وسارجون. صراحة الروابط موجودة، أنا ما أعرف ليش ما يقدرون يدخلون. يعني أنت دخلتي، مومو دخل بدون مشاكل. يعني مش عارف البعض إلا بدعوة أعتقد. أبو الحكم، أنا أبو الحكم ممكن لو يعني جاي تحطه على الفيسبوك، على السكايب على السكايب. أنا خليت الرابط. يعني مثلا ما دخلت عن طريق الإيميل، ما تقدر تدخل بطريقة أخرى، ولكن البعض يدخلون على مباشرة على اللايف، يستطيعون يدخلون. أنا ما أعرف المشكلة عندهم ولا وين المشكلة، ما أعرف صراحة. أي واحد يعني يعرف حسابي بالفيسبوك حكمة سليمان بالعربي يبعث لي الإيميل إذا ما يقدر يدخل. و يعني أحكيها للمستقبل، لأنه إحنا تقريبا اجتزنا الساعة وربع لحد الآن. جاي يتصل فيه إبراهيم، يعني ما أعرف، أحاول يعني جاي أجاوبه بس ما في رد من عنده. يعني على كل حال، مثل ما قلنا انه المشكله انه الضوابط الاخلاقيه اللي يوضع الدين عليك يناقض الانسانيه، يناقض الاخلاق المجتمع. مثلا مساله العبوديه والرق، انه بالدين حلال كل الاديان، يعني اليهوديه المسيحيه الاسلام ما حرموا. يعني ولا دين، اللي مستغرب اني انه ولا دين منع الرق. يعني ابراهيم تسكر، انه ولا دين منع العبودية، ويعتبر من الأخلاق أنه تستعبد بني البشر، لأنه الإله يوافق على هذا الشيء. هنا نشوف أنه
نايم شوف الفرق. إبراهيم أرجوك ما ترن علي بالماسنجر لأنه جاء أرد عليك وما في جواب وقلنا في نهاية الحلقة. تشوف الدين هو اللي يسمح لك أنه تستعبد أخوك الإنسان، وهو هذا يشوفه غير منافي للأخلاق، أنه أنت تشتري بشر وتبيع بشر وفي سوق النخاسة، هل هذا الشيء أيضا من الأخلاق؟ دخل معنا صديقنا جانو، من زمان كان صايم عن اللايف وحضر معنا نبينا أحد الأنبياء جانو. أهلا وسهلا بك حبيبي. تحياتي لك حبيبي، تحياتي للجميع الأصدقاء المشتاقين. شكرا. الصوت شوية ضعيف كاك جانو، إذا تلبس سماعة أو تتقرب من المايك الصوت ضعيف. هسه الصوت يعني جرب. تحياتي مرة ثانية. أي الصوت الآن كويس، تفضل. باختصار إذا الأديان تمنعت أشياء مو زينة أو خاف من العقوبة فأنت بلا أخلاق، يعني أبسطي صراحة، لأن الإنسان مثل ما بيقول نيتشه، لكي نصبح إنسان العلا لازم أن نعبر نهر الإنسانية. هذا النهر الإنسانية قليل من الناس يقدرون يعبرون عليها، يعني خاصة إذا كان في مجتمع مثل مجتمعاتنا المتخلفة اللي بتؤمن بخرافات والإزعاجات العلمية. فهذا هو باختصار بالنسبة لمسألة الأخلاق. شنو تريد؟ شكرا كاك جانو. طبعا كاك جانو يعني قديم معنا، في أصدقاء جدد دائما يلتحقون، اللي ما يعرفوا كاك جانو من الأوائل اللي ظهروا معنا في قنوات مع الفقيد الغالي جان برو، مع أحمد حرقان، مع بقية الأصدقاء، والآن ظهر مرة أخرى، ونتمنى الظهور يكون مستمر مثل السابق. أنا دائما بظهر بس في قنوات كردية خاصة على الفيسبوك بشارك معاهم، يعني بس باللغة الكردية. بس ما تبخل علينا احنا ايضا يعني. لا انتو يعني اصحاب البيت، فكيف يعني. انا دائما متواجد معاكم، حتى حبيبنا كاك جانو بكون موجود، يعني بتابع حلقاتكم دائما. انا اعرف، تكلمنا قبل يومين ثلاثه ووضحت لي الامور، وانا جدا فرحان انك ظهرت معنا مره اخرى. هل الان ما اعرف مها موجوده ولا لا، ما هل من الأخلاق أنه واحد الإنسان يستعبد أخوه الإنسان لأنه الإله يسمح له بهذا الشيء؟ أكيد لا أستاذ أبو الحكم، هي المشكلة أنت قلتها، هي بكل الأديان، يعني إن كان وما ملكت أيمانكم، والزواج اللي يسمح لها الطفلة بعمر 9 سنين، والسبايا وغيرها، يعني هاي كلها أشياء. يعني ليش الدين ما منع هذا الشيء يعني؟ تسمع أستاذ أبو الحكم، آسف دقوا علي، أنا مدي حالي تصنع على الماسنجر، بس مو مشكلة. طبعا قيصر بعث لي، عاوز الرابط الآن راح أبعث لي. نفس السؤال لك، إذا تعمل ميوت ما بعد أمرك، نفس السؤال لك مومو،
كيف هل من الأخلاق اللي الأديان تسمح أنه واحد يشتري يعني يشتري أخوه الإنسان ويبيع فيه؟ ألو؟ أيوة معك. طبعا أبو الحكم، هو الدين نفسه بيسمح كده، فأنت لو الدين بيسمح أنت مش هتفكر إن هي أخلاق ولا مش أخلاق. هو بالنسبة له، بالنسبة لأي حد ملتزم دينيا، أي حاجة بالنسبة من ناحية الدين هيحط عقله على جنب، يحط إنسانيته على جنب وياخد الدين أول حاجة. فهو بالنسبة له، هو بالنسبة للمعتقد، هو يعمل أي حاجة عشان يرضي الشيبوكشي زي ما احنا بنقول، هو أي حاجة عشان يرضي الشيبوكشي. صحيح. أنا أتذكر بالثمانينات أحد أصدقائي اللي علمني على الصلاة والالتزام كان يقول لي بعض الشعب الثمانينات يقول لي بعض الشيوخ حللوا سرقة المحلات الصاغة المسيحيين. تقول له شلون يعني، شلون السرقة هو حرام يعني اللي نعرفه؟ يقول لا هذا كافر ويحللون سرقتهم. يعني وصلني أول استغراب من هذا الشيء، يعني أنه كيف الدين يسمح الشخص يسرق ويشوف هذا الشيء أخلاقي؟ يعني أين الأخلاق من 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 هكذا تصرف اللي يسمح لك الآخر اللي مو مسلم تعتبره لك حق أي شيء تفعل معاه، يعني حتى لك حق تقتله يعني؟ وإحنا شفنا يعني داعش طبق الإسلام بحذافيرة 100%، وشفنا الأشياء اللي سواه وجمال الدين كله شفناه لما احتلوا أجزاء من سوريا وليبيا والعراق. يعني واضح، حتى أخوي كان مدينتنا الصغيرة اللي عايشين بيها كان يتصل بي أخويا ويقول إحنا محتلين الآن من داعش والموبايلات ممنوعة، وبالسر كان يتكلم معايا يعني، وهرب وآخر شيء تحت القصف العراقي والمطاردة من داعش. يعني هو هذا الأخلاق اللي يوجه الشخص أستاذ أبو الحكم؟ هم اللي سووا داعش، هو قلنا إحنا يعني الناس كلها تعرف اللي سووا، هو سووا الإسلام، طبقوا الإسلام نصاً يعني، إن شاء من قتل، من سرقة، من الرجم، من كل شيء يعني. صحيح كل صحيح. يعني هم داعش ما طلعوا سووا شيء إذا ما مثلوا لك قبلها آية قرآنية. والمشكلة يجوا لك المفسرين يطلعوا لك 6000 تفسير يجملون بها الآية على مود يطلعون داعش غلط. إيه ما يفيد يعني، ما يفيد. هو انكشفه واللي كان مثل ما يقول. طبعا دخل علينا صديقنا قيصر كاكجانو يعرفه القيصر. أهلا بك قيصر، حلقتنا اليوم عن المعايير والمعايير الأخلاق، القيم والأخلاق في الدين واللا دين. تفضل. مرحبا أبو الحكم، شكرا لك، أهلا وسهلا لكل الشباب المشاركين، وصديقي جانو طبعا مشتاق له، احترامي لكل الموجودين، بس فعلا من فترة طويلة ما شفناه. أهلا جانو حبيبي. تفضل. طبعا بالتأكيد هو هذا يعني هذا الموضوع من أكثر الأمور إحراجا للمسلمين ولأصحاب الديانات، هو قضية المعيار. وأنا سابقاً تحدثت بهذا الموضوع عدة مرات، بس هذا الشيء اللي بصراحة ما لقينا أي جواب إلى لحد الآن من قبل الأخوة المسلمين أو أي ديانة ثانية، أن ما هو معيارك؟ يعني أنا معياري بالنسبة للأخلاق أنه أفعل الشيء الزين للآخر وتنتظر من عنده أن الآخر يقابلك بنفس التصرف الجيد، فاللي شوفه أنت لنفسك جيد أفعل للآخرين، هاي القاعدة الذهبية. لكن بالنسبة للأديان فشوفت أنه هذه القاعدة هي نوعا ما نسبية مطاطة، تختلف حسب المجتمع، حسب المكان، الفترة الزمنية إلى آخره. بس بالنسبة للأديان الموضوع جامد، هو مجرد نص
وهذا النص أنت تلتزم به لازم. ما قال لك قبل 1400 سنة أو 6000 أو 4000 سنة الآخري هو صحيح، يجب أن يبقى صحيح. فمثلا يعني مثل فكرة السبي أو فكرة العبودية أو غيرها نطرقها دائما نحكيها، أنه هي ما بها أي مانع أي مشكلة بالديانات، لم يتم تحريمها. يعني مثلا حكم مثل التبني اللي هو جدا مفيد للمجتمع وينقذ أطفال أصبحوا بدون أهل، يقدم لهم دعم مادي، دعم معنوي، عطف وحنان وشعور أبوة يفتقدونه، هذا حرم الدين الإسلامي بطريقة يعني غير مبررة، مجرد أن الحفاظ على أساس أن الحفاظ على اسم الأب أو غيره. لكن هو ما هو الأهم بالنسبة للإنسان؟ هل هو الأهم الاسم اللي راح يحمله، أو الأهم يعني ما راح يستفاد به خلال حياته من إمكانيات تقدر تطوره وتجعل من عنده إنسان جيد؟ لكن حكم مثل العبودية اللي هو واضح جدا أنه هو يخرق كل قيم الإنسانية، وأول قيمة وأهم قيمة للإنسان اللي هي الحرية، الدين الإسلامي مثلا ما حرمها وأبقى عليها وبقت لمئات السنين من بعده. فيبقى هنا السؤال أنه ما هو المعيار حسب ما فهمت موضوع الحلقة؟ هذه مشكلة عويصة بالنسبة للمتدين. المعيار معيار ثابت، وهذا ما يجرنا دائما للحديث عن أهمية العلمانية، أنه ما بيها معايير مقدسة ثابتة، أنه فيها معايير أو أحكام مختلفة حسب حاجة الناس في فترة زمنية معينة. فممكن أنه إحنا في فترة نرى أنه هذا الحكم أصبح غير ملائم إنه، أو هنالك يعني حكم جديد حتى لو ما تحدث عن شرائع سابقا هو مفيد اليوم لازم نطبقه، فنقدر إحنا نتبنى أو نرفض أحكام حسب الحاجة الزمكانية. لكن في الأديان المشكلة أنه هذا الثبوت، أن الأديان ثبوتية تتبع النص. المنفذ الوحيد، المخرج الوحيد هنا للمتدين أن يقول لك يفسر النص ويؤول النص ويخرج لك بتفسيرات توقعك في مشكلة انعدام الموضوعية، يعني وأنت أمام تريد هنالك اتساق منطقي في حياتك، عندما تريد أن تبني أو تقيم مجتمعات تريد أن هنالك يعني منطقية في الأحكام، منطقية في الأخلاق. هنا يأخذك المرقع أو المفسر للنص الإسلامي اللي يحاول أن يخرج من الإحراج اللي يوقع فيه النص، أن يعطيك تفسيرات غير منطقية، يعني حتى كلمة مثل كلمة اضربوهن أو نص مثل اقطع اليد أو اقطع الرقبة أو غيره بهالوضوح الصارخ، لكن مع ذلك يحاول أن يلتف عليه ويعطي معاني أخرى بعيدة طبعا غير مقنعة بالمرة. فهذا راح توقعهم في إشكالية صراحة ليس لها، لا أعتقد أن هنالك منها مخرج مهما حاول المتدين أن يوجدها. النقطة الثانية هي المعضلة الفلسفية القديمة، أنه هل الأخلاق هل الجيد هو جيد بحد ذاته أم هو جيد لأن الله أراده جيد أو مشرع الديانة أراده جيد، وما يترتب عليها بعدين من منطقية. لذلك الخلاصة أنا أرى أن الأخلاق تكون مستندة إلى العقل وإلى الاحتياج، احتياج الناس في فترة زمنية معينة، الأمر اللي تفتقده الأديان. وحتى لو حاولت توفر الأديان راح تدخلك في 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 توهان وفي دوامة، راح تخليك أنت أمام عدم وضوح كيف راح تتبنى النص، كيف راح تفسره، راح يجعل النص في الشيء مطاطي. فأنا همين راح توقع أنت في دوام في مشكلة أكبر، أنه إذا كان النص بهالدرجة من الميوعة وبهالدرجة من إمكانية التغيير والتبديل وكذا، فأنت ما الذي يعني ما أعرف ليش تتمسك بهذا النص وبمصدر هذا النص؟ يعني أنت ما دام أنه ممكن تستخدم عقلك حتى تغير حتى النص نفسه، طيب ارفض النص، اترك النص وخليك مع عقلك، هذا راح يكون أكثر منطقية. فهذا رأيي بالموضوع بشكل عام، طبعا الموضوع طويل مفصل لكن بشكل مختصر، وتحية لكم جميعا. كنا نتمنى تكون معنا من بداية الحلقة، ما أعرف أنت يمكن سمعت باللي صار بقناة إجر صح؟ سمعت، شفت أنت أكو فيديو أنه تم إيقاف البث الحي فيها لفترة معينة لكن ما عرفت التفاصيل. وعلى متحلقة من حلقات في أكتوبر 2017 مع خلف يوسف أوقفوا، وأنا شفت الحلقة بالكامل ما شفت أي شيء يخالف المعايير.
داعش لا تخالف المعايير، يعني تخلي دعوة إلى القتل وإلى كل شيء، والشيوخ بعض الشيوخ يطلعون علنا ويدعون إلى العنف وقتل رجال الدولة، وهذول ما يعملون محضر وفيديوهاتهم ماشية وزي الفل يعني مع الأسف. طبعا طبعا. طيب هذه سياسة تكميم الأفواه أبو الحكم، هذه السياسة اللي يحاول دائما الأخوة المتدينين يستغلون كثرة عددهم، سواء على أرض الواقع في الدول نفسها أو سواء حتى في الفضاء الإلكتروني، هذا كثرة العدد للأسف تلعب دور، واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي هي منصات تجارية تسعى إلى الربح فقط. فهو يعني مثلا اليوتيوب هو ماشي على مبدأ معروف له نوتس اند تيك داون، يعني انت بحريتك احشي ما تريده، لكن لما يجي فد تبليغ على فد شيء معين صار اليوتيوب يبقى يربح، يعني ما يهم صراحه الكونتنت او المحتوى او مبادئ حقوق الانسان او غيره، هذه اشياء خالها هي شيء جانبيه، هو بالنسبه له الربح ورضا اللي يعملون عنده اعلانات، فيستغلون في هذه النقطه للاسف. لكن بالنسبه لموضوع داعش انا وعلاقته بالإسلام، هو للأسف ما في مخرج من هذا الموضوع، يعني النصوص اللي تبين بشكل قاطع أنه داعش هي مجرد تصوير بث لايف لما كان يحصل في زمن الرسالة، هذا ما ممكن الخلاف عليه. يعني حتى الشيعة شد ما يحاولون أن يتملصون من أفعال داعش وأنهم مقاتلوا داعش وأنهم ضد داعش، لكن بالحقيقة تلقاهم نفس المبادئ الداعشية موجودة وفي نصوصهم وفي أمهات كتبهم، يعني تعدد الزوجات، تلقى علي بن أبي طالب نفسه مثلا 9 زوجات كانت عنده، أولاده 30 35، حد الردة ادخل على موقع السيستاني، ادخل في الاستفتاءات، روح على الارتداد وشوف حكم المرتد عنده، يقسم لك يا فطري وملي وإلى آخره. العبودية تلقى بالسستاني اليوم عنده أحكام في الرسالة العملية مالته، يحكي لك فيها يفصل لك بها في أحكام العبودية، أرجع على كتبهم الأساسية وسائل الشيعة الحر العاملي وغيره، تلقى الأحكام مع العبودية موجودة ما عليها أي غبار. أخذ السبايا بالحرب، يعني أمهات الأئمة كلهم هم أغلبهم 7 أعتقد منهم على الأقل هم سبايا. زواج الصغيرات حكم شرعي شيعي ثابت ما عليه خلاف أصلا فقهي، 9 سنوات تقدر تتزوجها وتدخل بيها. حد الزنا والرجم موجود بالفقه الشيعي، راجع مثلا محمد حسين كاشف الغطاء، شوف أصول الشيعة راح تلقى موجود عنده. حد اللواطة والسحاق الرمي من علو شاهق إلى آخره، كلها موجودة، يعني كلهم وعدهم اشياء بعد حتى اكبر، يعني مبادئ الدين ومبادئ الاخلاق الاسلاميه اكيد هو، يعني هو من تستمد الاخلاق عند بكل ديانه من الشريعه، من النص المكتوب اللي هسه انا كنت احكي عنه قبل شويه. فانت اذا النص مالتك المكتوب في كتبك الاصليه يقول انه هذا الحكم وهذا الحكم، يعني هذا اخلاقيتك يمثل اخلاقيتك، وانا اقيمها بعقلي اليوم انها ليست اخلاقيه، فما هو المخرج؟ يعني المخرج هو بس اللف والدوران صراحه. شكرا. طبعا يعني كنت أتمنى أنه كاك جانو الأخ قيصر والستما كانوا من بداية الحلقة يكونون معي، كنا ممكن نستفيد الموضوع أكثر. الآن راح أذهب إلى إضافة أو كلمات نهائية من كل واحد، وراح أبدي بكاك جانو، اتفضل حبيبي. شكرا، تحياتي للحبيبي قيصر، مشتاقين اكون عزيز. طبعا في نهايه الحلقه حادثه صارت مع ابن الرواندي، كان يمر جنب المسجد فشاف اطفال يضربون كلب، حاشا السامعين، لانه دخل المسجد. فابن الرواندي قال للاطفال دعوا يذهب فلا عقل له، إذا كان عنده عقل ما كان دخل المسجد. هذا هو المقولة اللي قالها ابن الرواندي. تحياتي لكم وبحبكم وتصبحون على خير. شكرا أبو الحكم، تحياتي لكل الأصدقاء.
شكرا جانو، ووعدنا بالمستقبل تكون معنا وما تنقطع عن الحلقات كل ما يصير عندك وقت. طبعا الآن جاء دورك مومو، إذا عندك إضافة أو كلمة أخيرة تفضل. مش سمعني أبو الحكم؟ نعم نعم. ما عنديش إضافة كتير، بس عندي هنا حديث من صحيح مسلم برضو عشان أيوة. احنا بنديلهم أدلة. يعني هنا في حديث عن صحيح مسلم بيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هذا في صحيح مسلم في باب السلام. فهي دي الأخلاق اللي الدين زي ما بقول لك الدين بيحس عليها. وانا قلت لك ان في فرق دلوقتي بين اخلاق، ممكن نتكلم في الموضوع في موضوع في حلقه تانية او في مره تانية، موضوع الاكثريه وما يكونوا اقليه. فهنا واضح من الحديث ان هم دلوقتي كانوا ما بيكونوا كسره بيعاملوا الناس ازاي. ف يا ريت نتطرق للموضوع ده بعد كده، موضوع الاكثريه والاقليه في والاختلاف بين طباع المسلمين وتمثيلهم لما بيكونوا اقليه بيكون ازاي، يعني واستعمالهم التقيه في الموضوع ده. بعد امرك انت ابعث لي الفكره او حط عنوان الحلقه، ابعث لي على السكايب او على الفيسبوك. تمام. حتى تمام هنتواصل مع بعض. على اوكي شكرا لك مومو. مها اذا عندك اضافه او كلمه اخيره تفضلي. سعيده جدا انه اليوم كنت وياكم، بما انه الاخوان ضافوا حديث اني من اقولهم عن جابر رضي الله عنه، يقولون ان امراه يقال لها ام مروان ارتدت، فامر النبي بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت، فأبت أن تسلم فقتلت. هاي أخلاق الدين الإسلامي مستمرين. وأتمنى أنه ما تنسى مرة ثانية القناة، وأتمنى لك كل الموفقية أبو الحكم، سعيدة أنه أنا اليوم وياك. شكرا شكرا. طبعا ننوه مرة أخرى أنه مها راح تكون ويانا في لقاء خاص يوم الاثنين الساعة 9 مساء، راح نتكلم عن أمور جديدة بحياتها، راح نتطرق إلى مسائل كثيرة تتكلم هي بنفسها عنها. شكرا شكرا لك. إذا عندك إضافة قيصر، ونتمنى في المستقبل تكون معنا من بداية الحلقة، لأنه أيضا إحنا نستفاد من معلوماتك ومن يعني أكيد كلامك فيه إضافة كبيرة للحلقة، تفضل. شكرا أبو الحكم. أنا فقط في موضوع الأخلاق أحب أن نؤكد أنه نعرف إحنا أن الأخلاق فيها المطلق والنسبي، فإحنا دائما نسأل أنه ما هو مصدرها، يعني ما هو مصدرها بالنسبة للدين. إذا تقول بأنه الدين نفسه هو مصدر الأخلاق، فأنا عندي مشكلة أنه عندي 4000 أو أكثر من 4000 ديانة، فأي ديانة هي مصدر الأخلاق الصحيحة من عندهم؟ وإذا قلت أن الأخلاق الأولى دينية ونتاج هذا الدين هو نفسه، فهنا أنا أقول لك أنه طيب بالإسلام المسلمين إذا كانوا هم افترض أنهم أغلبية في مناطقهم هم على حق وهم الصحيح، فما هو المشكلة أنهم يبيدون الأقليات الأخرى مثل اليهود أو أيزيدين أو غيرهم؟ ما عندي أي مانع. يعني أنا من أقول أن أستند إلى العقل أعرف، ولا المنطق ولا العلم أعرف، أن المرأة والرجل متساوين، وعندي بحوث علمية تقول أن عقل الرجل والمرأة متساوين. لكن ليش أنت دينك الإسلامي خلى المرأة أقل مرتبة من الرجل وعطاها مثلا شهادة ما تعادل شهادة الرجل، حق الميراث إلى غيره، أمور مثل نكاح الأم أو الأخت أو غيرها، نكاح المحارم، يشاع عند الأخ أن الدين هو مصدر تحريم هذا الشيء. طيب إذا الدين قال لك أنه ما يخالف تمارس الجنس مع قريب من الدرجة الأولى أو غيره، هنا أنت حتى الحيوانات ما تمارس هذا الشيء. روح للمملكة الحيوانية تشوف أنه هي تطوريا وضعت آليات تمنع التزاوج ما بين الأقرباء حتى ليصير هذا
انحدار زواج الأقارب يسمونه، يصير ضعف في مقدرة الإنجاب. فأنا حتى الحيوان مع احترامي راح يكون أفضل من الإنسان الملتزم بدين معين اللي هو ما طبق ما سوى زين المحارم فقط لأنه متمسك بالدين. تقسيم البشر إلى أنهم بشر جيدين وسيئين، كافرين خيرين وأشرار، هذا إذا نرجع للدين مقاييسه فقط الاعتقاد والإيمان بهذا الدين. لكن بالنسبة للأخلاق الإنسانية تقول لك لا، المعتقد هو من حق الشخص، ممكن تكون أنت شخص جيد في عملك مع أسرتك مع جارك إلى غيره، لكن أنت عندك اعتقاد مختلف. كثير صراحة من الأمور اللي ممكن إثارتها، لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه الأخلاق أبداً ما يصح أنه تنسب إلى الأديان. الأخلاق هي تطورت مرور الزمن، رحلة رافقت تطور البشر وأنتجت أخلاق متباينة، منها ما هو طبعاً أخلاق يتفق عليها كل سكان الكرة الأرضية مثل منع القتل، منع الاعتداء على الآخر إلى غيره، ومنها ما هي أخلاق نسبية ثانوية مثل النظر في عيون الآخرين بشكل مباشر، أو بعض التصرفات اللي في مجتمعات هي جيدة في مجتمعات أخرى هي سيئة. فهذا صراحة تعليق الأخير، وشكرا لكم جزيلا، وأتمنى ألتقيكم في مقابلات أخرى حبيبي. شكرا لك. شكرا لك قيصر، طبعا شرفتونا يا جماعة كلكم، ومع الأسف الأخ إبراهيم ما قدر يلتحق بينا، نتمنى تصل عند مسألة البث ويقدر يشارك ويانا، وتمنيت بقية الأصدقاء اللي معتادين يكونون معنا، مصطفى، ياسين، ما حضروا معنا، يسري، أمير، يعني أتمنى بالحلقات القادمة يكون معنا. طبعا أقول لكم أنا كلمتي الأخيرة، إذا الإنسان ما وجه ضميره ولا أخلاق الحقيقية النابعة من داخله من نفسه، عمر الدين ما تعلم الأخلاق نهائيا. يعني الدين بعيد جدا عن تعليم الأخلاق، الأخلاق ينبع من النفس، ينبع من قبول الآخر وعطف على الآخرين، وإذا كان هو غير أخلاقي الدين بحياته ما رح يوجهه بس على مكان محدد، ما يقدر يزيح عنا يمين وشمال. طبعا الأسبوع القادم الجمعة القادمة عندي مفاجأة لكم، مش راح أعلن عنها الآن، راح تشوفوها بنفسكم الجمعة القادمة، مفاجأة بالنسبة لي سارة، وأتمنى تكون لكم أيضا سارة، ما راح أعلن عنها إلى أن تحصل الأسبوع القادم. شكرا أصدقائي، شكرا مومو، مها، كاكجانو، وصديقنا قيصر، أشكركم جميعا، وأشكر جميع المشاركين بالحلقة والمتابعين بالتيكس، أصدقائنا جميعهم الجميع أسلم عليهم، وأشكر مستر بلاك لمساعدتي في وضع الروابط ومراقبة التيكس. وأقول لكم ليلة سعيدة، موعدنا الاثنين القادم مع مها في حلقة خاصة. باي باي، تصبحون على خير.